أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. بفرمان من مارتن يول، رمضان صبحي ممنوع من الاحتراف لحين إشعار آخر. طلب الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة النادي الأحمر عدم السماح لرمضان صبحي لاعب الفريق بالاحتراف الخارجي في الوقت الراهن، وأشار يول إلى أن اللاعب مازال يحتاج إلى تطوير الأداء والمهارات واكتساب الكثير من الخبرات، وأن استمراره بالفريق حتى الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية حالة تتويج بالبطولة الأفريقية سوف يمنحه الفرصة لتطوير نفسه والتألق أكثر. الزمالك يعتذر لسموحة عن أحداث مباراة الطائرة. قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي اعتذارا إلى مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر والجهاز الفني للكرة الطائرة واللاعبين. جاء ذلك بعد ما بدر أمس اتجاههم في لقاء ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة. هذا يشدد مجلس الزمالك على ضرورة التحلي بالروح الرياضية في كل المواجهات الرياضية والتي هي الأساس الذي تلعب من أجله البطولات. تأجيل مباراة الزمالك واتحاد الشرطة لأجل غير مسمى. تقرر تأجيل مباراة الزمالك والشرطة لأجل غير مسمى وذلك لدواعي أمنية، وكان من المقرر أن يقام اللقاء الجمعة 29 إبريل على ملعب بتروسبورت في إطار الدور 16 لكأس مصر لكرة القدم. وجاء قرار تأجيل مباراة الزمالك واتحاد الشرطة بعد تلقي اتحاد الكرة خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد برفض إقامة مباراة الزمالك والشرطة في دور 16 للكأس، واقترح الأمن على اتحاد الكرة تأجيل المباراة لوقت لاحق أو نقلها لملعب آخر في حالة التمسك بإقامتها يوم الجمعة 29 إبريل. هذا وادرس اتحاد الكرة الموقف حاليا للرد عليهم. أتلتيكو يهزم البايرن بهدف مارادوني. فاز أتلتيكو مدريد الأسباني على بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس، وذلك ضمن مواجهات ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا. جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين، ولم ينتظر أتلتيكو مدريد سوى 10 دقائق فقط ليسجل ساؤول هدفا مارادونيا بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ وتلاعب بدفاع البايرن وسدد كرة قوسية متقنة لم تجد غير الشباك لتسكن بها. بعد الهدف بدقيقة واحدة كاد أن يعدل فيدال النتيجة للبايرن بعد أن سدد كرة رأسية قوية، ولكن دفاع الأتلتيك أخرج الكرة على خط المرمى بصعوبة وتوالت هجمات الفريق البافاري بعدها بحثا عن هدف التعديل، ولكن مسالة قوة دفاع أتلتيكو حافظت على نظافة الشباك. الزمالك الكلام عن خلافة حسن شحاتة لمكلش شائعة. نفى مصدر مطلع بالزمالك أن ما تردد عن رغبة مجلس إدارة النادي بالإطاحة بمكلش المدير الفني لفريق الكرة والتعاقد مع المعلم حسن شحاتة لخلافته كلام غير صحيح. وقال المصدر أن مكلش مازال المدير الفني للفريق ولا نية للإطاحة به في الوقت الحالي ولا صحة لما تردد عن وجود مفاوضات مع المعلم حسن شحاتة لخلافته. نجوم الأهلي الدوري لنا. أجمع نجوم الأهلي لكرة القدم على أنهم لن يتنازلون عن لقب الدوري العام مهما كانت العقبات، وأكد عبدالله السعيد نجم فريق الأهلي أن فريقه لن يتنازل عن الفوز بلقب مسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن مسألة اعتلاء صدارة قائمة هداف البطولة لا تشغلها على الإطلاق. وأوضح السعيد في تصريحاته أن الفوز بدرع الدوري هذا الموسم هو الهدف الأهم بالنسبة للفريق، مؤكدا أن الفريق لم يحسم المنافسة بعد ولكن أمامه خطوات مهمة نحو استعادة اللقب. وأشار السعيد إلى أن الفريق يدخل كل مباراة وأمامه هدف واحد وهو الفوز ولا شيء غيره، وأنه وزملائه من اللاعبين الكبار يعقدون الجلسات مع اللاعبين للتأكيد على أهمية المرحلة القادمة والتي ستشهد حسم بطولة الدوري والاستعداد لمباريات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وأكد السعيد أن فارق النقاط بين الأهلي والزمالك والذي وصل إلى 11 نقطة يجعل الفريق يلعب بأعصاب هادئة. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقائكم وإلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم. كان معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.